بقى الفترة اللي جاية. تحديدا بصفتك المهنيه في الفريق، ان انت راجل مدير الكوره عندك مهمه صعبه جدا. طبعا طبعا مهمه، انك ازاي اولا تقنع اللاعبين ان احنا هنقدر، ده واحد، ما هو شايف اللي حواليه عاملين ازاي وبيصرف عامل ازاي. اثنين، انك تحافظ كمان على تركيزه مع الفريق، ان هو دماغه ما تروحش في حتة تانية. ثلاثة، انه ممكن يبقى في بعض الازمات في المستحقات تتاخر شويه. لا الحمد لله ما عندناش دي، حتى لو بسيطه، حتى لو شهر ولا حاجه، زي ما انت قلت لي احنا بنجدول حاجات بسيطه، بس كل ده انت محتاج طول الوقت تتكلم فيه مع اللعيبه. المهمه الصعبه قوي دي، ما دي حاجه ممكن ما حدش ياخد باله منها، انه يقول لك انت مدير فني الفريق المقصر مش زي مدير فني الاهلي، يبقى مدير فني عفوا مدير كره في الاهلي كل الامور ميسره له، هيتكلم مصر، لكن انت الامور اصعب بكتير. بص السنه دي اصعب حاجه في كل حاجه يعني كل حاجه فعلا صعبه، لكن ربنا رزقني بشويه لعيبه بصراحه الواحد فخور انه بيشتغل معاهم، ناس محترمه وناس متفهمه جدا الوضع. اللعيبه بيكافحوا بشكل كبير جدا، كل مباراه بينزلوا يعني كان اخر مباراه ليهم، بيشتغلوا بشكل كويس جدا، عندهم عنده اصرار مش طبيعي. في اوقات تلاقي لما تلاقي سوء حظ او قله توفيق تلاقي الناس بتهمد او الناس بتبتدي يعني تروح لاتجاه سلبي، لا بالعكس اللعيبه دي بتعند وبتصر وزعلانين على الوضع اللي احنا فيه، لكن زي ما بقول لك كلنا احنا متفقين ان احنا عندنا ثقه في ربنا ان احنا بنعمل كل حاجه علينا، فاحنا رايحين للاتجاه الصح ملهاش حل يعني، ومتاكدين ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه المكاسب جايه باذن الله، ومتاكدين ان احنا نقعد في الدوري ان شاء الله بشكل كويس، وفخورين جدا بكل حاجه بتحصل لنا، وسوء الحظ بس بنزعل شويه، لكن بعد كده بنضحك من قلبنا ومقتنعين ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. عظيم جدا. عايز اسالك، في مقترح الاتحاد الكره المصري انه يتم تقليل قائمه كل فريق ل 25 بدل 30، رايك ايه؟ طالعه نازله كتير يعني يعني من وانا بلعب وهي طالعه نازله، وشويه نزود الاجانب وشويه نقل الاجانب يعني وشويه على الاجانب يعني واحدة واحدة. فالفكره انا حابب ان احنا نستقر في القصه دي. وفكره انه يعني الكلام ده انت هتعمل كده للنادي الاهلي يعني النادي الاهلي مثلا او نادي الزمالك مثلا او بيراميدز او المصري او الانديه اللي بتشارك في البطولات المختلفه هتعمل كده معاه؟ مش هتقدر تعمل كده. طب ما هو الانديه الكبيره اللي انت بتتكلم عنها اللي بتشارك في بطولات افريقيا دي هي بتستخدم 30 لاعب المفروض. انا ممكن اقول لك 5 6 لاعبين في الاهلي ما بيشاركوش. انا عارف بس هو انا مش مشكلتي بقى انت بتستخدم ولا لا، بس انا لازم اديك، انا دوري ان انا اديك يعني اساعدك. 25 قليل جدا، قليل جدا، قليل جدا. في اوقات انت بيبقى عندك اصابه مثلا في مركز واحد 3 4 لعيبه، وبتلاقي لعيبه ما كانتش في الحسبان وبتلعب، وبتلاقي لعيبه في الناشئين لسه متصعده وبتلعب. النادي الاهلي قبل الكلام ده، النادي الاهلي في كاس الرابطه ما كانش عنده القدره ان هو يلعب عدد لعيبه ناشئين، لعيبه ناشئين كتير جدا ما كنتش اتخيل ان هم يكونوا بيلعبوا يعني. فلا لازم القائمه العدد يبقى يعني لازم 30، ويبقى في برضه 5 ناشئين، لازم الموضوع ده مش هتقدر صعب جدا. طيب جدا. قصة بقى المحترفين الأجانب، انت مع تقليلهم ل3 ولا تخليهم زي ما هم 5 او تزودهم؟ لا انا شايف انه 3 كويس، لان انا بضعف فرصه اللاعب المحلي او اللاعب المصري، ويعني مش عارف ايه السبب او الهدف ان احنا بنحاول ان احنا يعني نعلي الكواليتي جوه الدوري، ده مش موجود كده كده، لان الافارقه اللي عندنا لو عندك عدد كبير جدا من الافارقه نصهم مش احسن حاجه يعني، 3/4 يعني مش احسن حاجه يعني، خلينا يعني نحاول نحسن نصهم مش احسن حاجه او 3/4 مش احسن حاجه، فبالتالي انا شايف ان اللعيبه المحليه بتتظلم بشكل كبير جدا، وبيلعبوا في الدرجات الادنى ومستقبلهم يعني بيبقى مهدد بشكل كبير جدا لحساب لعيبه اجانب، وده في الاول وفي الاخر هتيجي النهارده انت مع في وقت من الاوقات مع كارلوس كيروش او مع اي حد ما كنتش لاقي فرود لمنتخب مصر او مش لاقي باك ليفت لمنتخب مصر، ما هو باك ليفت الاهلي والزمالك كانوا يعني او باك رايت مثلا هنا ولا هنا بيبقوا اجانب في اوقات كبيره جدا، فبالتالي لا هو في الاول وفي الاخر انت محتاج ان هم يبقوا محليين على قد ما تقدر يعني.